مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. أنا عارف إنكم منتظريني، عارف إن كلكم مستنين تسمعوا الحلقة دي. الحقيقة الحلقة دي أنا متشوق لها أكتر منكم، لأن الحلقة دي فعلا ممكن نقول عليها الكلمة اللي قالها عادل إمام عن فيلم النوم في العسل: متعة وإثارة وتشويق. بالنسبة لي الأمم المتحدة في سويسرا، في مدينة جنيف في سويسرا، أنا بالنسبة لي أول مرة خبرتي ليها اللي دار فيها، وحوثق اللي دار فيها بفيديوهات احنا مصورينها بطريقة معينة، لأن الفيديوهات ممنوع إنك أنت ترفع كاميرا وتصور براحتك، يعني ده ممنوع هناك. الكاميرات بتصور قنوات عالمية بتذيع على الهواء على تلفزيونات عالمية، بس احنا طبعا لأن الحلقة العالمية دي مش هتنزل غير بعد أسبوعين، احنا مضطرين بقى على جنب كده نحط كاميرا، نحط موبايل يصور كده بدون ما حد يحس، فتطلع الصوره نص كده كده، بس بتطلع طبعا موثقه، الكلام بيبقى واضح جدا. اللي هنكلمه النهارده موثق بالصوت وبالصوره وبكل حاجه. مبدئيا طبعا عشان حد يروح الامم المتحده بيسلك سبل معينه. طبعا في اولويات للمنظمات والهيئات، يعني حقيقة الاستاذ حسني بباوي بيحترم رجال الدين تماما، لكن بيحب دائما الفصل ما بين السياسة وبين الدين، بمعنى آرائنا السياسية تبقى واحدة ما يأثرش علينا لا راجل دين ولا راجل سياسة ولا رجل دولة. وعملنا أعلنا هيئة غير ربحية غير حكومية non organized government، يعني اسمها هيئة أقباط أوروبا. هو الراجل رئيس الهيئة ديت، وتعطف عليا بأن أنا أكون نائب رئيس الهيئة، احنا الاثنين المؤسسين. وبعد كده اللي يحب ينضم من أوروبا كلها، سواء أي دولة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، واتفر، ينضم لنا، ما فيش أي مشكلة. ولكن في نفس الوقت احنا أعضاء في اتحاد الهيئات القبطية اللي موجودة في زيورخ، اللي يرأسها الاستاذ مدحت قلاده، بمعنى كل الهيئات القبطيه في اوروبا بتبقى داخل اتحاد المنظمات الاوروبيه اللي هو ماسكها الاستاذ مدحت قلاده. الحقيقه الاستاذ مدحت قلاده ليه دور كبير كبير كبير، انا هسمنه في الحلقه. انا حجزت في اخر لحظه من المكان اللي انا فيه، وكل الاعضاء بقى اللي جه من امريكا، اللي جه من كندا، اللي جه من زيورخ ناحيه جنيف، اللي جه من النمسا، اللي جه من المانيا، اللي جه من هولندا، واعتبر كتير قوي. اول يوم الحقيقه اتجمعنا كلنا، كانت صحبه جميله جدا جدا جدا. طبعا تعرفت لاول مره بالاستاذ مدحت قلاده اللي هو رئيس اتحاد المنظمات القبطيه، وتعرفت بالدكتور ابراهيم حبيب، راجل سكره جاي من انجلترا، واتعرفت كمان بالاستاذ عصام عبيد، مسؤول برضو عن هيئه اقباط هولندا، وتعرفت بالاخ الاستاذ الكبير الحبيب بهاء رمزي من اقباط هولندا، اتعرفت بالدكتور هاني شنوده جاي من كندا برضو عن هيئات قبطيه في كندا، مش عايز انسى، وتعرفت برضو بالاستاذه شيرين كامل من جنيف. طبعا الاستاذ حسني بباوي اتعرفنا بيوم اول يوم الكلام من دوت، ولان الحلقه اللي وصلنا يوم الاربعاء لازم نبتدي من الصبح. اللي كنا حاسبينه لقيناه، بمعنى ايه؟ هقول لكم وبعدين هعرض عليكم الاستاذ. طبعا انا اتعلمت من الناس دي لان انا تابعت الحلقات السابقه بتاعت الامم المتحده عشان اشوف ازاي التنظيم بيكون، يعني فكل انسان كان بيعطى 3 دقائق، يعرض القضيه بتاعته 3 دقائق ويدي توصيات اللي عايز يقولها 3 دقائق كل واحد. احيانا في مندوب للدوله، يعني انت مثلا بتتكلم عن السودان في مندوب للسودان، انت بتتكلم عن الكونغو في مندوب للكونغو، انت بتتكلم عن اليابان في مندوب دوله اليابان موجود يرد عليك وممكن يقطعك ويعمل بالورقه كده عشان انت تقف هو يقاطعك. لكن في كل الحلقات السابقه لما كان يتم مقاطعه اي واحد، كان رئيس الهيئه اللي هو موجود على البانر الكبير على المنصه يسمع كلام رئيس الدوله ويأيده ويخلي الشخص يقول له لو سمحت اتبع التعليمات وكمل كلمتك، يعني الشخص بيكمل كلمته.
المنصة دي يعني يمكن عليها انجثار حوالي يعني 8 او 9 اشخاص، في الرئيس التشيرمان اللي بيقودها، في السكرتريت، في المودريتور، في ضيوف، يعني في امير كان جاي من الاردن كان الضيف في اليوم الثاني، في ممثلين مودريتور ومراقبين تانيين غير ممثلين الدول تحت، كل واحد حاطط ممثل الدوله حاطط البانر بتاع الدوله اللي بيمثلها، غير في مراقبين تحت. طبعا ممثلين حوالي، في ناس جايه من 260 دوله، يعني مش اللغات المعتمده في الامم المتحده 3 لغات فقط، اللغه العربيه واللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه، فانت ممكن تتكلم انجليش او فرنساوي او لغه عربيه، في ترجمه موجوده بتحط سماعه على ودنك، في ارقام بتختار اللغه اللي انت عايزها للترجمه، فانت عايز تسمع ترجمه مثلا الياباني بالعربي تختار رقم، عايز تسمعه بالانجليش بتختار رقم، بتسمع الصوت بتتحكم انت ليك الكلمه، في زرار بتدوس بتتكلم في الميكروفون اللي قدامك. الشيء العجيب اللي تم وكان يعتبر مهزله، طبعا الاستاذ حسني بيباوي والاستاذ والدكتور ابراهيم حبيب كانوا القوا قبل كده كلمه المره اللي فاتت واتكلموا فيها عن الاثر، كلمه القاها الدكتور ابراهيم حبيب كانت بالانجلش السنه اللي فاتت، كلمه القاها الاستاذ حسني بيباوي كانت باللغه العربيه، وكانوا اتكلموا عن الازهر ومناهج الازهر اللي بتنشط الارهاب واللي بتدعو للارهاب واعتبرها يعني بتدعو للتعليم الارهابي. ساعتها تم اعتراض الاستاذ حسني بيباوي، ومع انه تم اعتراض الاستاذ حسني بيباوي من قبل الدوله، لكن رئيس الجلسه سمح للاستاذ حسني يكمل وكمل الكلمه بتاعته. لكن من ساعتها الاستاذ حسني والدكتور ابراهيم واكثر من واحد من ممثلين الاقباط اتحطوا في خانه اليك، دول لو جم ما يتكلموش. من مين بقى؟ الكارثه بقى السنه اللي فاتت، كان السنه اللي فاتت حلوه، الرئيس الجلسه للتشيرمان كان من اسبانيا، راجل مخه متنور. النهارده للاسف المره دي جلسه الامم المتحده كان رئيس الجلسه سوداني، هو طبعا احنا مش ضد انه يكون سوداني، احنا ضد انه يكون متعصب او قامع للفكر، كان رئيس الجلسه سوداني وقامع للفكر الحقيقه للاسف، وكان السكرتيريت اعتقد عشان بس ما تمسكش عليه اعتقد مغربي الجنسيه. حسينا ان في كبح جماح للحركه. طبعا طب عشان ناخد الكلمه، انت بتروح من الساعه 10 تقعد، وبعدين بيرفعوا بريك الساعه 1 في اوبن بوفيه بتروح تاكل وكلام من ده، وبترجع تاني بعد ساعتين تبتدي الجلسات لغايه الساعه 6. بصينا لقينا طبعا هو مش بياخد على طول المصريين كلهم، لا بياخد واحد من جنب ده، واحد من الجنب ده، واحد من الجنب ده، واحد من الجنب ده، دي دوله كذا، دي دوله السودان، دي دوله مش عارف ايه، دي دوله الخوف اللي احنا بنخاف منه دايما الاختراق. بمعنى ايه؟ يعني في واحد من السودان مسيحي يتكلم عن مشاكل المسيحيين في السودان، يرد عليه مندوب الدولة السوداني، شوف الذكاء، مندوب الدولة السوداني يرد على المسيحي يقول له أنا مسيحي، مندوب دولة السودان، أنا مسيحي وأعيش في السودان وكل ما تقوله خالي من الصحة. بينكر إن، شفت بقى لما يكون في اختراق يجيب لك واحد ممثل للدولة يرد على مسيحي هو مسيحي عشان يقول لك اسكت ما تتكلمش، ده اللي بنخاف منه احنا الأقباط، ان يجند لك حد، ممكن يعملوها يعني، ما تتوقعها ان ممكن الاقي خروف المره الجايه جاي يرد على اقباط يقول لهم انا قبط عايش في مصر ما فيش اي فله وازهر عصور، عادي جدا يعني. فاحنا كنا متابعين اللي بيحصل. طيب عدت الفتره الاولى ومحدش نده علينا خالص، فابتدينا بقى نطلع نشوف ايه اللي بيحصل، لقينا الخانه بتاعت الهيئه مكتوب عليها ان احنا اتكلمنا ومشطوبين، مشطوبين ومكتوب قدامه اتكلموا، واحنا ما اتكلمناش ومحدش ادانا فرصه ان احنا نتكلم. الله، طبعا الاستاذ حسني حس وفطن، الدكتور ابراهيم عشان اتكلم المره اللي فاتت بصينا لقينا اسمه عليه خط ومكتوب عليه
اتكلم وما اتكلمش اكتر من واحد. الوضع كان غريب، ايه اللي بيحصل ده؟ اتشدينا كلنا يعني. في الفترة بنتناقش، في الفترة التانية اللي احنا جايين بعد ما اخدنا البريك، قلنا لازم نتصرف. لاجل الحظ الفترة الاولى كان اتكلم فيها الاستاذ مدحت إلادة، وكانت اتكلمت فيها شيرين طبعا على الاتحاد، لهم الفرصة انهم يتكلموا اكتر من مرة. فالراجل من كرمه الاستاذ مدحت إلادة قال لي طب وجيه انت من خلال هيئة اقباط اوروبا، ممكن انت عضو برضو معانا في الهيئة بتاعتنا، فانت ممكن تسجل اسمنا احنا وتدخل تتكلم بالنيابة عن اسمنا احنا لانك انت عضو اوريدي معانا. طبعا كان بريشيس من كرم كبير جدا جدا من الاستاذ مدحت إلادة، انقذنا بصراحة. فقلت له اوكي، قال لي خلاص اول ما يجي اسم تاني للهيئة بتاعتي اطلع اتكلم. اوكي فعلا جه اسم اتحاد من هيئات الاقباط، ضغطت انا وابتديت اتكلم. الغريبه ان السنه دي كانت تختلف عن كل السنين، كان كل سنه يخليك تتكلم 3 دقائق و 3 دقائق و 10 ثواني و 20 ثانيه وكلام من ده. السنه دي عمل الوقت دقيقتين، فانا الكلمه بتاعتي مظبطه على 3 دقائق. فطب اعمل ايه؟ قلت طيب اشطب الحاجات بسرعه، اشطب الحاجات يعني الاقل اهميه وخش في المهم عشان تكمل الدقيقتين. لكن اول ما ابتديت اتكلم ولسه ما كملتش دقيقه واحده، خبط مندوب دوله مصر، حقه انه يخبط مندوب دوله مصر، ان دي وظيفته وبياخد عليها فلوس، انه لازم يعترض ويدافع عن دولته في اي بند، ده حقه. لكن اللي مش من حقه ان رئيس الجلسه ما يخلينيش اكمل كلامي ويقطعني وما يدينيش فرصه اكمل الدقيقتين. طيب ليه وقفوني ليه؟ عشان انا قلت ايه؟ وفين الحتة اللي وقفوني فيها؟ طيب ما تيجوا نتفرج عليها مع بعض واكمل. اتفضلوا حضراتكم اسمعوا وشوفوا اللي انا قلته وتوقفت فين وكان الرد ايه وشكلي والانطباع بتاعي في اخر الحلقة كان ايه. اوكي شوفوا الحتة دي، اتفضلوا. يا السيد رئيس المنتدى، السيدات والسادة الحضور، معكم دكتور وجيه رؤوف مسلاً عن اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا. جئت لكي أتحدث معكم عن المادة الثانية من الدستور المصري وتأثيرها على التعليم وعلى الحد من نشاط شباب الأقليات في مصر. إن اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في المادة الثانية من الدستور يقوض تماماً أي محاولة للمساواة بين الأغلبية المسلمة السنية وأي أقلية عرقية أو دينية، استناداً إلى الأحاديث الإسلامية التي تعتبر المسلم السني مواطنا من الدرجة الأولى ولا يتساوى بغيره. والمادة الثانية تحديدا تسببت في الآتي: أولا في القضاء، عدم المساواة في الإحكام بين المسلم وغير المسلم، فقد سمحت تلك المادة أن يطبق القاضي حدود الله على هواه استنادا إلى الدستور وليس إلى القانون. وعلى سبيل المثال لا تتساوى شهادة غير المسلم مع شهادة المسلم، يحق للمسلم الزواج من أي فتاة من أي ديانة ولا يحق لغير المسلم الزواج من مسلمة. قانون ازدراء الأديان لا يطبق إلا على من يزدري الديانة الإسلامية فقط. يوجد تمييز تجاه المرأة فهي ناقصة عقل ودين، وهي تساوي نصف الرجل حتى كشاهدة، كما أن القضاء يعطيها نصف نصيب الرجل من الميراث. وكل هذا يتعارض مع المواثيق والقوانين والحقوق الدولية للإنسان التي وقعت عليها مصر والتي صار لها قوة القانون. I understand that the distinguished delegate of Egypt has a point of order. But I would like to remind once again that before we resort to a point of order, we will not allow the use of derogatory language. Thank you. The distinguished delegate of Egypt, you have the floor. Thank you. We speak about facts. أطلب من سيادتكم، المتحدث الآن يتحدث تماما خارج إطار موضوع حلقة النقاش، وهو إشراك شباب الأقليات بالحياة العامة. الحديث بالكامل خارج موضوع النقاش. وأعيد تكرار طلبي لسيادتكم
بالتنبيه على المتحدثين بالالتزام بموضوع حلقة اللقاء. شكرا سيد الرئيس. Thank you, the distinguished delegate of the Republic of the Arab Republic of Egypt. I would like to reiterate once again that participants must adhere to the subject of discussion and to the time frame, and we do not want to resort to repeated requests for point of order. Thank you. شفتوا بقى اللي حصل؟ شفتوا اللي حصل؟ وقفني بعد دقيقة واحدة لمجرد ان انا ناقشت وجيت ناحية المادة الثانية من الدستور، لان هو سمعت كلمة المادة الثانية من الدستور عنده دينيا، سمعت عنده دينيا. طيب سمعت عنده دينيا، هو ربطها دينيا. انت المادة الثانية بتتحكم في حقوقي وبتتحكم في مصيري، فازاي يحصل كده؟ طبعا ده كان نوع من الانفعال. انا يمكن سوري، انا مفروض امشي بالترتيب، كان مفروض ان انا احط لكم الكلمه اللي قالها الاستاذ مدحت قلاده الاول، لان هو اتكلم الاول هوردها لكم. الاستاذ مدحت قلاده اتكلم عن برضو جامعه الازهر، ولما اتكلم عن جامعه الازهر وانه في تعاليم ارهابيه وان خريجين كتير من الازهر قاده الارهاب في العالم، خبط له مندوب الدوله واعترض، فأيده في الاعتراض الرئيس السوداني ده. فكان رد الأستاذ مدحت إلادة رد محترم جدا، قال له اديني ما يثبت ان عمر عبد الرحمن اكبر قادة الارهاب في مصر مش خريج الازهر، وكمل كلمته. برضو كانت كلمة جميلة جدا جدا، نسمع كلمة الأستاذ مدحت إلادة ونشوفها. اتفضل حضرتك. ولكننا في مصر نعاني من شيء هام، وهو وجود جامعة الأزهر. جامعة الأزهر هذه هي جامعة دينية تقبل المسلمين فقط، رغم أن هيئة أنها ممولة من المسيحيين والمسلمين. جامعة الأزهر أخرجت للعالم جميع إرهابي العالم، فعمر عبد الرحمن هو خريج جامعة الأزهر، ورئيس بوكو حرام هو دارس في الأزهر، وجميع الجمعيات الإرهابية هي خريجة هذه الجامعة. الأباط المسيحيين لا يقبلون الدخول في هذه الجامعة، بل بتتوطأ الدولة المصرية في تعضيد هذه الجامعة، فميزانية الجامعة بالكامل تمول من أموال الأقباط، من أموال الدولة المصرية. ولكن هناك التعليم لا يقتصر فقط في مصر على المدارس، وإنما يقتصر إنما في هناك دور آخر للتعليم، وهو مدارس، هي مدارس الأحد في الكنيسة المصرية. ولكن الحكومة المصرية أغلقت في محافظة المنيا 52 كنيسة، ومما يحرم هذه الأطفال، أطفال هذه القرى، من التعليم. والكنيسة لا تعلم الكراهية، لا تعلم العنف، إنما تعلم الحب والتسامح. إننا نطلب من الحكومة المصرية فتح كنائس في محافظة المنيا 52 المغلقين، ونطالب من الحكومة المصرية إغلاق جامعة الأزهر، لأنها مسؤولة عن إخراج أرهابيين في العالم. جامعة الأزهر هي تخرج الأرهابيين في العالم، فلذلك نطالب من المنتدى مراجعة. كلام زي الفل، ورد محترم جدا من الأستاذ مدحت قلادة اللي هو أول واحد اتكلم في المجموعة، والراجل بيتكلم بمواثيق، بيقول لهم قادة الإرهاب في العالم كلهم خريجين أزهر، والتعليم كله بيدعو للإرهاب. ليه ده يحصل؟ كلام موزون، كلام مظبوط، كلام في الصميم. الكلمة بيدي بقى مندوب دولة تانية وغيره 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 وغيره. رقم اتنين في المصريين اللي اتكلموا كانت الأستاذة شيرين كامل، عشان أنا آسف أنا اتكلمت عن نفسي في الأول وعرضت الجزء ده، سوري أنا عدت عليا، لكن أنا المفروض أمشي بالترتيب فهتبعد من دلوقتي الترتيب. رقم اتنين اتكلمت الأستاذة شيرين كامل، وبصفتها امرأة وبتقدر ظروف المرأة، اتكلمت عن حقوق المرأة المنتهكة في مصر عامة، مسلمين ومسيحيين، حقوق المرأة المنتهكة عامة،
وبعدين أوجزت، فإذا كانت المرأة المسلمة يتم التحرش بها ومنتهك حقوقها، فما بالك بالمرأة القبطية المسيحية التي يتم التحرش بها لأنها لا ترتدي حجاب وزيها يختلف عن زي غير المسيحيين. طبعا كلمة قوية، يعني كسيدة مناسبة لسيدة بتتحدث عن حقوق المرأة. نسمع الأستاذة شيرين كامل ونشوف كلمتها. Please, I can't hear you. I'm not sure that your microphone switched on. الربيع لا يزال محزنا للغاية، خاصة بعد ثورات الربيع العربية، حيث أن المرأة الأرملة أو اليتيمة نتيجة الحروب الأهلية التي اجتاحت تلك البلدان أصبحت عائلة لأسرتها، في ظل ظروف قاسية كوجود جماعات إسلامية متشددة أو جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ناهيك عن التحرش الجنسي الذي يحيط بها ويضعها في خطر دائم. ولما كانت المرأة المسلمة تعاني في ظل تلك الأوضاع القاسية والقيود المفروضة عليها في التعليم والعمل وتولي المناصب العليا، فعليكم متخيل وضع المرأة المسيحية والذي في تلك البلدان، فإنه يوجد تمييز واضح جدا بين المرأة المسلمة والمسيحية في جميع نواحي الحياة، حيث أن المرأة المسيحية لا تلبس الحجاب وبالتالي يسهل تمييزها سلبيا، ففي المدرسة يتم تضييق الخناق عليها ومن حيث الدرجات وتتعرض للتحرش من قبل المدرسين والطلاب، واحيانا يذهب الامر للاجبار على تغيير الديانه عن طريق الاذلال الجنسي، كما يتم اجبارها في احيانا اخرى على وضع الحجاب. الساده الحضور، ان المراه المسيحيه ليس لها حق في تولي المناصب العليا سواء بالمستشفيات او الجامعات او رئاسه الاحزاب والمناصب السياسيه. ومن هذا المنبر فان لي بعض الاقتراحات التي قد تساعد في اعطاء المراه حقها وخاصه المسيحيه. متابعة الأمر الأمم المتحدة عن طريق لجان دورية متخصصة في أمر خطف القاصرات المسيحيات وإجبارهن على تغيير الديانة والزواج من مسلم، ثم الرجوع للسلطة التنفيذية في تلك البلدان لتسليمها تقرير الأمم المتحدة والخاص بذلك الملف، وبناء عليه يتم تطبيع العقوبات على تلك الدول التي لا تحترم حرية الكلام. أحلى من كده مفيش، أروع من كده في الكلام مفيش تهذيب ولا كلام جميل أكتر من كده. طبعا الأستاذ شيرين كامل، بعد كده في ناس اتكلمت هنا، ناس اتكلمت هنا، وبعد كده أنا كنت لما اداني الأستاذ مدحت إلهي ده فرصة إن أتكلم بالنيابة عن الهيئة، أنا قلت الكلمة بتاعتي اللي هي أوردتها لكم في الأول. طبعا إحنا رجعنا البيت بعد ما اعترضوني أنا وما كملوش كلمتي، ودي سقة غريبة، ازاي واحد ليه دقيقتين يدوب يقول دقيقة واحدة يتقاطع ورئيس الجلسة ما يدلوش فرصة تاني للكلام. احنا قررنا حاجة، جينا تاني يوم، طبعا انا قاعد مع حسني بتكلم، انا حسبتها والحقيقة دماغ الاستاذ حسني ماشي مع دماغي، يعني قلت انا ليا لما ماليش مصلحه في الهيئات دي ولا ليا مصلحه مع رئيس الجمعيه الامم المتحده ولا النائب بتاعه ولا غيره، ولا ابغي رضاهم ولا ابغي مصلحه شخصيه من وراهم، انا راجل جاي ومتكلف فلوس دافع من جيبي ومن قوت عيالي، وفلوس انا محتاجها للسفر طيران وللاقامه في دوله غاليه، فاذا كنت انا جاي هنا ماخدش حقي يبقى انا فشلت. أنا لازم أكشف الناس دي كلها ولازم أبهدلهم عالميا ودوليا، وعني ما جيت تاني وممكن ما أجيش تاني طالما الأمم المتحدة أنا جيتها وما عرفتش أخد حقي وأقول كلمتي، لا افضحهم. قررت كده. اللي حفزني لسه هتكلم لقيت حسني جاي يقول لي نفس الكلام، الأستاذ حسني بيقول لي مش هنسيبهم، كلامه جه معايا، شوف التوافق الآراء، قال لي هنبهدل الدنيا، قلت له هنبهدل الدنيا. ده اليوم إيه؟ التاني ناولها بقى. ادوا كلمة بعد كده للدكتور هاني شنودة، جاي من كندا، مسافة طويلة قوي قوي.
الاستاذ هاني شنوده القى الكلمه باللغه الانجليش برضه عشان اللي مش قوي في الانجليش انا هشرح له. الاستاذ هاني الدكتور هاني شنوده اتكلم عموما عن مشاركه الشباب كل الشباب وعن عدم تطبيق الديمقراطيه وعدم تطبيق مواثيق حقوق الانسان مما همش شباب الاقليات وكبتهم واداهم عدم حريه في التعبير وعدم حريه في الاراء وكبت الشباب عموما عن المشاركات. وطلب الراجل ان هو تتاح لتطبيق مواثيق حقوق الانسان العالميه وللناس كلها وان ما يبقاش في كبت للفكر للشباب عموما والاقليات خاصه. وكانت كلمه جميله جدا جدا جدا. نسمع الدكتور هاني شنوده في الكلمه الجميله دي. I am an Egyptian Canadian. I represent and have the honor of being the president of the Canadian Coptic Activist Federation. In the respect of the time constraint, I'll be very brief. It is obvious from multiple speakers here that there is some reluctance of some countries to adopt concepts of diversity and otherness. And this has caused, obviously, unspeakable difficulties to different minorities, including youth minorities. Sadly, the failure to acknowledge diversity, specifically in the Middle Eastern area countries, led to erosion of rights of youth and minorities in general, widening concern for promotion and protecting minorities communities is currently woven in the fabric of current world affairs. Ladies and gentlemen, we should endeavor to find ways to persuade governments and heads of states to implement measures to ensure civil liberties and human rights and equality for better future, enlightenment, peace, harmony, and consequently prosperity. Since the inception of the High Commission of Human Rights in 2006, periodic evaluation of the human rights record of the United Nations members, countries, and issuance of specific recommendations are disseminated, followed by periodic reviews of these recommendations implementations. My recommendation is rather a plead with the Commission to create logistically, cultural, and economical. Can I at least finish my? The International Council supporting fair trial of human rights. طبعا with respect لكل حبايبنا كلام جميل جدا جدا جدا. انا طبعا عارف اني خلاص يعني الاستاذ حسني بباو ما خدش الكلمه اول يوم ولازم نديله الكلمه. واسم الهيئه اللي هو جاي منها خلاص هناك مش هيدوله الكلمه. طب اعمل ايه؟ فانا رحت بقى طلعت لوحدي كده رحت رايح لواحد من الناس الكبار اللي بتروح للتمانيه اللي على المنصه. قلت له بص حضرتك قال لي قلت له في فضيحه حصلت هنا في الامم المتحده في فضيحه في كوارث حصلت. قلت له في ناس ما اتكلمتش وهيئات ما اتكلمتش اتكتب قدام اسمها انها اتكلمت وده ما حصلش ما اتكلموش ده كذب ودي فضيحه وناس دي قاعده لغايه دلوقتي ما اتكلمتش. الناس دي ما اتكلمتش انا هعمل لكم فضيحه عالميه. قلت له وكالات الانباء كلها موجوده هطلع بره اقول اللي حصل. قلت له الراجل اللي ماسك الجلسه راجل متعصب ما بيديناش الحريه في الكلام. فقال لي لا ازاي حضرتك واتعرف بيك وكلام واتعرف بيا الراجل. وقال لي اكتب لي اسم ايه؟ هيئه اقباط اوروبا اللي رئيسها الاستاذ حسني بداوي واديك له الورقه. فلقيت الراجل راح اخذ الورقه وراح للمودريتور اللي هي بتقدم الكلمه. الرئيس هو اللي بيقاطع ويوقف لكن المودريتور دي هي اللي بتقدم الكلمه تقول فلان يتكلم عن دوله كذا مثلا فلان تبع هيئه كذا يتكلم. دي المودريتور واحده سنة اداها الورقه. شفت ده خطرت في بالي حاجه ثانيه بقى. قلت له انا عايز الهيئه
اتحاد اقباط، اتحاد اقباط اوروبا اللي هو يرأسها مدحت العيد عايز لها كلمه. خلاص ودتهولي، قلت له عايز لك كلمه. قال لي اوكي. راح واخد الورقه الراجل وراح طلع وداهم الاثنين. فجأة جت الكلمه لحبيبي الاستاذ حسني بباوي. وخلوا بالكم الاستاذ حسني بباوي اتكلم ومعاه وثيقه كتاب في ايده، يعني معاه مستند رسمي رفعه. واول ما رفع الكتاب كده اهو قدام الناس، شوفوا حصل ايه، وشوفوا بعد كده حسني بباوي قال ايه. اتفضلوا اسمعوا واستمتعوا. اسمي حسني بباوي، وليد ممثلة مع هيئة اقباط اوروبا. جئت بس للأقلية القبطية الذي يتم التمييز العنصري الممنهج من قبل الدولة المصرية ضد أقلية مسالمة. إن التعليم السليم هو مقياس تقدم الأمم وسر نهضتها. التعليم له دور حي ومركزي في خلق فكر جديد لمعالجة التمييز العنصري. أما ما يحدث في مصر هو الازدواج بين التعليم العام والديني، مما أدى إلى فساد منظومة التعليم وفساد مشاركة الأقباط في كافة المجالات في مصر. على سبيل المثال، في كتاب أحكام أهل الذمة، هذا الكتاب يدرس في كافة المعاهد الدينية في مصر. بليز. This is about the media and let us please adhere to the topic of discussion and use appropriate language. Please, I appeal to you to stick to the topic which is media and use appropriate language. Thank you. أعتقد سيادة الرئيس أن كل ما تحدثوا من قبل تحدثوا عن بعض المشاكل، ولما تحدث أحدهم عن الميديا أنا الوحيد الذي قطعتني. أنا أشكرك، تم إقماعنا فكريا بالأمس ويتم الآن. أعتقد أن الأمم المتحدة هي الطرف الأصيل في حفظ السلام الدولي وحماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية في العالم، وجينا هنا لنطرح مشاكلنا بالدليل. نحن لم نتجنى عن أحد، ولم أستخدم أي كلمة لا ضد الإسلام ولا ضد الدولة المصرية. أنا أتحدث بالدليل، فلماذا تقاطعني؟ أنت قاطعتنا بالأمس. أعتقد أننا في منتدى حر ويحق لنا أن نتحدث فيما نراه، أن نطرح وجهة نظرنا. أين نذهب؟ نذهب إلى هنا، حضرتك ترؤس منتدى لحقوق الإنسان، لكن أعتقد أن حضرتك لا تأمن بحقوق الإنسان. أعترض على إدارة حضرتك للجلسة بالأمس والآن. إقماع للحرية الفكرية. شكرا سيد الرئيس وشكرا لحضراتكم. Thank you very much. اجمل من كده مفيش، اجمل من كده ولا اروع من كده ما يكونش. وان ما اتعملش ده ما يبقاش ده حسني بباوي. ان ما اتعملش ده ما يبقاش ده حسني بباوي. ما هو احنا مش هنطبل ونلمس بقى. انا في دماغي حاجة تانية خالص. دايما الحكومة المصرية عايزة سقف طلباتك يبقى منخفض. سقف طلباتك يبقى منخفض، وانا دي مدركة. بمعنى ايه؟ يكون اقصى امانيك انك تبني كنيسة، اقصى امانيك انك تطالب ان كنيسة مقفولة تتفتح، اقصى امانيك انك تعيش في سلام. ده اللي عايزك تطالب بيه الحكومة المصرية، مش عايزك تعلى بسقف طلباتك. انا قلت لازم اعلى بسقف طلباتي، لازم اعلى بسقف طلباتي. وكان طيب، ما بدل ما اسبق الاحداث، الكلمه اللي جايه دي اللي انا هقولها، لما ادوني الكلمه ورا الاستاذ حسني دايركت، بس عرفوا ان احنا بقى هنكلم وكاله الانباء العالميه، لا قال لك ادوهم فرصه. فالقيت الكلمه دي باللغه الانجليش، هنسمعها وبعدين هقول لكم انا قلت ايه. اتفضل حضراتكم.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I am Dr. Waghi Raoul and I represent the European Union of Coptic Organization for Human Rights. Yesterday, I was here and I wanted to speak about the statement number 2 in the Egyptian Constitution and its effect on learning, youth, ladies, young, justice, human rights, and different aspects of the activity of the minorities of Egypt, especially the Christians. I spoke about facts and not illusions, and with a polite expressions. But after 1 minute, I was stopped from completing my words by Mr. Chairman, because I approached a little bit from the Islamic Sharia and its effect over the Egyptian constitution and life of the minority in Egypt. Ladies and gentlemen, we speak about human rights, but maybe we need to speak in the future with more open mind than yesterday. Because if we are prevented from telling the truth in our land, we must not be prevented from telling the truth here in the United Nations. Thanks to all of you. أنا قلت لهم بكل أدب باللغة الإنجليزية إن حييتهم، حييت الرئيس، حييت الناس كلها اللي موجودة. بعدين قلت لهم أنا كنت هنا امبارح وجيت أتكلم عن المادة الثانية من الدستور المصري وتأثيراتها على الأقليات عموما وخاصة المسيحيين، وتأثيرها على القضاء، وتأثيرها على التربية وعلى الستات وعلى النساء وعلى الأطفال. وحبيت أوضح تأثير المادة دي على كبح الفكر وكبح الأنشطة لكل الأقليات، ولكنني بعد دقيقة منعت من استخدام الكلمة لأنني اقتربت قليلا من المادة الثانية والتي لمست عند رئيس الجلسة تلميسا دينيا فأوقفني ومنعني عن إلقاء الكلمة. وقلت لهم احنا محتاجين في المرات القادمة في المستقبل ان لو جينا في الأمم المتحدة نكون بنتكلم بأوبن مايند، يعني عقل أوسع من كده، لأن إذا كنا احنا مش قادرين نقول الحق في بلادنا ما يصحش ابدا ان احنا نتمنع من قولة الحق في الامم المتحدة. طبعا انا قلتها بالانجلش وفي الاخر ثانك يو، يعني شكرا لي. طبعا الاستاذ حسني بباوي قال له على طول كده، قال له انت مفروض رئيس لجلسة، انت قمعتنا فكريا امبارح وبتقمعني النهاردة فكريا، وانت المفروض انك ماسك جلسه في الامم المتحده التي ترعى حقوق الانسان عالميا. اعتقد يا سياده الرئيس انك لا تامن بحقوق الانسان، ولذلك انا اعترض على رئاستكم لهذه الجلسه. احنا قلنا الكلمه بتاعتنا في النصف الاول من الوقت قبل الساعه 1 وخلصنا واحنا وطالعين. قابلتنا شخصية محترمة جدا جدا من الكبار اللي موجودين، وقالت لنا انه في اجراء عنصري تم ضدكم، في اجراء عنصري تم ضدكم واحنا رصدناه في الامم المتحدة، هذا الاجراء العنصري اللي تم ضدكم، لكن ثقوا انكم هتاخدوا حقكم. احنا ناس بنفكر خارج الصندوق وملناش مصلحة شخصية، ومش بنكسب من القصة دي، بنصرف عليها من جبنا، ناخدش فلوس من حد، هيئة غير ربحية، مصاريف سفر غيره بتاعتنا، محدش بيدينا فلوس، لا نتبع أحد، لا يستطيع أحد أن يملي علينا أي إرادة، سواء رجال دولة، سواء رجال حكومة، سواء رجال دين. بنعبد ربنا ونعرفه كويس قوي، بنعرف ديننا وبنحب ديننا كويس قوي،
لكن في فرق بين الحقوق والعبادة. العبادة لها مكانها ولها طقوسها، والحقوق لها من يدافع عنها. أتمنى ما كنش طولت عليكم في الجلسة دي. أنا استمتعت بإني عرفت ناس محترمة في زيارتي لجنيف، عرفت ناس ما كنتش بلتقي بيهم، عرفت ناس مؤمنة بالقضية، بتدافع عن القضية القبطية ويهمها مصلحة إخواتنا في مصر، بيهمنا زي ما بقول كده مصلحة كل الناس وكل الأقليات بدون إثارة وبدون دعوات للعراق، بدون دعوات طائفية، بدون تنحر، ندافع عن المسلم والمسيحي والبهائي والأيزيدي والملحد، نطالب أن حقوق الإنسان تتنفذ عالميا. أنا عملت الحلقة دي بسرعة عشانكم، أخدت مني وقت كتير قوي 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 عشان أجمعها وتحويلها من جيجا بايت لجيجا بايت، من جيجا بايت لميجا بايت، وبعدين تجميع الفيديوهات مع بعض والتقطيع والضم، عشان كده ما كانش ممكن ينفع هوا. اعذروني اذا كنت اتاخرت عليكم، لكن بامانه انا ما نمتش، يعني انا راجع امبارح وبجهز في الحلقه النهارده اهو، وان شاء الله يا رب النهارده على بال ما تكمل على بعض وتضغط كده كلها تكون عندكم في صوره كويسه. اتمنى اكون عند حسن ظنكم، اتمنى محبتكم، اتمنى تعضيدنا معنويا. احنا عايزين مسانده فكريه، مساندة تنورية، أراكوا على رأسنا، أي شيء تحبوا تقولوه احنا بنستمع ليه وبنرحب بيه. لو في أي تساؤلات اطرحوها واحنا هنجاوب عليها. شكرا لكم، وأشكر كل حبايبي اللي كانوا معايا في الأمم المتحدة، قضيت معاكم وقت جميل، عرفت رجالة محترمة جدا جدا، بعتز بيكم كلكم، بحبكم كلكم، مرسي لكم كلكم. مع السلامة. دكتور وجيه رؤوف.